في الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات جديدة طالت نحو 55 فلسطينيا بينهم سيدتان، ورافقت حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والتي تركزت في مخيم الفوارة وبلدة في شمال الخليل التي شهدت مداهمات لعشرات المنازل، رافقها إطلاق نار على الفلسطينيين العزل.